مساء النور عليكم البنات. انا جيت اليوم وجيت بافكار جديده وجيت داكشي جديد. اليوم غندير لكم، راني كنصوب في العشاء الجاك، راني صوبت ليه واحد الاكله كتعجبو سميتها لا غوسي في ساس، ما عرفتش سميتها. وصوبت له هذا الشيء ديال المهم، هذا الشيء اللي المهم هذا الشيء اللي صوبت صوبت باش غنبقى نعاود الصوب. المهم اليوم عندي لكم واحد الوصفه ديال سميتها وصفه ديال الماسك، ماسك ديال الوجه وماسك ديال تبييض المناطق الحساسه وتبييض المناطق اللي هي كتكون ملونه وسوداء، اللي باش ما يبقاش عندكم السواد. الا بغيتوا ما يبقاش عندكم السواد غديروا كاس ديال الجافيل، ياك كاس ديال الجافيل، وغديروا معاه الفلفل الحار في المناطق السوداء هكا، وتحكي 3 ايام تابعه حكي بحالك، راه غيبقى ان شاء الله. وهذا جهه الصغر راه غتبقاي تحكي بحالك، وديري جافيل ديال العبار، ماشي جافيل هذاك ديال العانيت اللي كانت، جافيل ديال العبار راه حكي بحالك، راه غيبقى غير اللحم الصغر غادي يتحيد، ومع المده ان شاء الله يتحيد حتى اللحم. المهم اليوم غندير لكم هاد، غندير لكم ماسك ديال الحمص والفول وشويه ديال سميتو ديال سميت هذيك الحلبه، خاصكم مع الدجاج ديروا لوجهكم الرفيصه. زكتوني كنتوحم وقلت لكم مصيبه. ها انتم عندي هذا ماسك ديال هذاك الشيء اللي قلت لكم ديال الطيب، سمعتوا؟ ايوا ها انت، وهذا الشيء كامل باش مزيان، باش مزيان والراجل ما يشوفش شي مره اخرى. المهم البنات تحركوا بهذه فهمتي، وتحطوها هنا، من بعد من بعد بغيتو تحركوا، ما بغيتوش تحركوا ما تحركوش. ها انتم معي بالضبط، ها انت ها ديري ديري لونك ها، وراه غتكلمي فيه واحد الحلبه وداك الشيء، ولكن اللي غتوحم ما ديرش هذا الماسك، دير الماسك عادي الفاخر اللي توحم، ما نصحهاش دير هذا الماسك هذا فهمتي. ديري حلقة، ديري هنا، ديري على موشطاجك باش ترى ناضك الزغب يتحيد، ديري هنايا ديري هنا. ومن بعد انا حشمت في الفيديو وندير لكم في المناطق الحساسه بحال هذه المنطقه، هذه المنطقه مناطق اخرى، مناطق فهمتي، جهه الجبال هنايا وجهه المرتفعات، ديروا ثاني جهه المرتفعات والجبال تامه، وديروا جهه سميتو سمحوا لي غير كندور هناك، ويلي هذه راه دورت فيها وجهي. وليت ندوخ فهمتي. ديروا حلقه، هذا كله غا حمص سمحوا لي. ها انتوما سمحوا لي، وهذا الماسك راه كيدير تبييض، تبييض الوجه، تبييض القلب. غير سمحوا لي اللي قلبك حار ما يبيضش، واخا تبغي تبغيها تكون برا راه والله لا بيض من الداخل. سمحوا لي حق راه نسيت نجيب المعلقه، انا جايه انا جبت انا جبت المعالق، جبت المعالق والفراش ها انتوما باش باش نطيب ليه، بغيت ربي يطيب ليه القلب. المهم البنات انا درت لكم اليوم وصفه ديال تبييض الوجه وتبييض المناطق الحساسه، واخا ما بغيتش ندور في المناطق الحساسه حيت امي كتفرج ليا وهما عارفاني في دايره قناه، راني عم مخبي عليها. وهي امي فهمتي، امي ملتزمه، كانت شيخه ملتزمه، كانت شيخه ما خلات معاها من لعبت، خرجت تبارك الله كنضرب الروج دبه الله عمر ربي، وهي ملتزمه فهمتي. امي ما نبغيش ندير قدامها شي حاجه، راه غير من الصلاه كتنوض الكاس ديال الويسكي، من الصلاه الروج، من الصلاه يعيط لها ولد الحواد. تخيلي دابا امي دابا دابا تكون طيب لينا، مره مره دير بحالك، مره مره دير بحالك، باقي فين داكشي كتزعزع. والوالد تبارك الله كانت حاكره كل مره تعطيه قتله، هذاك الشيء علاش انا هذه رحله القناه راه سرقه على امي باش ما تشوفنيش، حيت انا حنا عائله راه ملتزمه، واخا هكاك خالي تبارك الله كوامانجل، حنا زعما ماشي غير عائله، غير حنا تبارك الله عائله، واش من عائله، اختي راه شيخه الساعه راه حرقت راه في بلجيكا درتها راه تما راه مخدمه واحد الكباري طفرتو. المهم البنات ها انتم الماسك فيه الحلبه والحمص والفول، خاصكم اشكل خاص عاد تحيديني فيك وطيبي فيه وجهك، طيبي فيه الرفيصه. تحيه لكم، راني كنبغيكم وراني ديما موحشاكم، وما تنساونيش من لايك والجيمات، وشكرا باش تطلعوا لي القناه قبل ما يطلع لي الدم. انا مشيت